أحد الخطباء قال لي هذه القضية، قال امرأة من أقاربنا سألتني ليش الغناء محرم، ليش؟ يقول أنا فكرت أقول لها تعبد والله قايل وما أشبه، ما تفتهم هذا المنطق لأن عايشة في البلاد الأجنبية. يقول أنا قلت لها الآن أقول لك ليش الغناء محرم، أنت عندما تسمعين الغناء عندك بعد خلق العبادة والتوجه إلى الله تعالى؟ بلي. واحد بعد ما يسمع الغناء 20 دقيقة 30 دقيقة عنده روحية العبادة، عنده خلق العبادة؟ أبداً.